في حوار ناري للنجم المصري والفرعون المصري محمد صلاح مع صحيفة الميرور البريطانية، يتحدث ويكشف العديد من الأمور، وكذلك يتحدث عن تألق النجوم العرب خاصة النجوم المغاربة مثل النجم المغربي حكيم زياش وكذلك أشرف حكيمي. بدأ محمد صلاح تصريحاته مؤكدا سعادته الكبيرة بالمستوى الذي يقدمه مع فريق ليفربول قائلا: سعيد جدا لتسجيلي للأهداف، ولكن الأهم هو فوز الفريق. لدينا مباريات صعبة في الدوري الإنجليزي وكذلك دوري أبطال أوروبا، والكل هنا في ليفربول يحلم في الفوز بالبطولتين، وسنقاتل من أجل ذلك. وتحدث صلاح عن النجم المغربي أشرف حكيمي بكلمات رائعة جدا جدا جدا، حيث قال: حكيمي يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، وقدم مستويات عظيمة مع منتخب بلاده المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وسجل هدفين من بين أفضل الأهداف في البطولة. وتابع صلاح تصريحاته القوية قائلا: حكيمي حاليا يقدم مستويات عظيمة ومستويات رائعة مع فريق باريس سان جيرمان، وأتمنى له التوفيق والنجاح. وأكد صلاح أنه تربطه علاقة قوية مع النجم المغربي أشرف حكيمي، مؤكدا على أن حكيمي من أقرب اللاعبين العرب إليه. واستكمل الفرعون المصري محمد صلاح حواره الناري قائلا: وتطرق إلى الحديث عن أنانية ميسي المستمرة والتجاهل الواضح ضد حكيمي، والذي أصبح واضحا للعالم كله، حيث قال صلاح أن هذا الأمر ليس غريبا على ميسي، فميسي دائما يريد أن يكون النجم الأول ولا أحد ينافسه، ولهذا يفعل هذه الأمور الخبيثة مع أشرف حكيمي.